لنا وقادتنا كتاب الله، ونربيهم على موائد العقيدة السليمة، على موائد العقيدة عقيدة السلف الصالح، ولأجل ذلك هم يتسابقون للتضحية والجهاد في سبيل الله. وأقول لك بصدق أنهم يبكون بكاء كثيرا إذا لم يأتي عليهم الدور لممارسة العمل الجهادي أو الاستشهادي. وبالتالي العدو الصهيوني يدرك طبيعة المعركة. وحينما بكت جول جماهير لما حرق المسجد الأقصى في أول يوم، ثم ضحكت في اليوم الثاني، لماذا؟ بكت في اليوم الأول لأنها خشيت أن يتحرك المسلمون من شتى بقاع العالم لنصرة المسجد الأقصى. ولما لم يتحرك المسلمون ولم تسمع إلا الشجوع والاستنكار، ضحكت في اليوم الثاني. وبالتالي هم يدركون طبيعة هذا الصراع، وهم يدركون بأن بداية بناء كنيسة الخراب كما يقولون حسب التلمود المحرف هي بداية لبناء الهيكل الثالث، وهم يقولون أن ذلك يعجل بزوال دولة صهيون. ثم يتحدثون المسيحية الصهيونية تتحدث كذلك عن أن هذا يسرع في نزول المسيح ويسرع في يعني نهاية دولة بني صهيون. فهم يعلمون أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة وأن النصر وأن العزة للموحدين أصحاب العقيدة الصادقة بإذن الله تعالى، المجاهدين الثابتين على هذه الأرض. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، وهم على ذلك لا يضرهم إلا ما أصابهم من لأواء، وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله. وأين هم يا رسول الله؟ ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك، وأن يتقبل جهادنا وجهاد شعبنا، وأن يلحق بنا المخلصون من شتى بقاع العالم العرب الإسلامي لينالوا شرف المشاركة في الدفاع عن هذه الأرض المباركة، أولى القبلتين وثاني المسجدين، مصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. جزاك الله خير. مرحبا بكم مرة أخرى، والتغطية المستمرة للوقائع والأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دكتور طلعت، استمعت إلى هذه لا أستطيع التسمية، تفضل. نعم، دخلت طويلة من الأستاذ الدكتور الأخ رضوان، والحقيقة أشار إلى البعد العقدي. أنا كنت أشرت إليه من زاوية